استطاعت المرأة السورية على مدى التاريخ أن تسجل مواقف وإنجازات يمكن للعالم المتحضر أن يستشهد بها حتى يومنا هذا، فمن الملكة إلى قائدة الجيوش، وصولاً إلى الأديبة الصحفية والسياسية. تعد سوريا من أولى الدول العربية التي كان لها تجارب مبكرة مع الحركات الأنثوية، فقد كانت الصحفية ماري عجمي أول من أسس مجلة تدعو إلى تحرير المرأة في الشرق العربي، وطالبت المؤتمر السوري بالسماح للنساء بالاقتراع. من جهتها تميزت الأديبة والناشطة السياسية نازك العابد التي أطلق عليها لقب جان دارك العرب بالقتال إلى جانب الجيش السوري في معركة ميسلون التي قادها يوسف العظمى. ومن ثم أسست العابد جمعية نور الفيحاء ومعها مجلة حملت نفس الاسم، ثم عمدت في العام 1922 إلى تأسيس الهلال الأحمر للاعتناء بجرح الحرب. وإلى عصرنا هذا استمر تميز المرأة السورية، حيث استطاعت مجدداً أن تكون في صدارة البدايات الجيدة. السيدة نجاح العطار كانت أيضاً أول سيدة عربية سورية تتسلم مقاليد وزارة الثقافة، لتثبت من خلالها قدرة المرأة على الإدارة والمتابعة. كثيرات هن النساء السوريات الرائدات، مربيات في المنازل، عاملات في الأرض وفي المصنع، نجوم في الرياضة، طبيبات، مهندسات، محاميات، شهيدات، وأمهات للشهداء، يحملن في قلوبهن أرواح من مروا بنا على صراط مستقيم. هذه هي المرأة السورية، زنوبيا في كل زمان ومكان.